ست أميرة عندها خشونة على الركبة، وهي الدكتور قال لها صلي وانت قاعدة، فهي بتقول أنا يعني مستحرمة، فبعمل إيه؟ بنزل وأتخفف في هيئة الجلوس بتاعتي أثناء الصلاة، عشان إن أنا ما بقاش أنا إيه، بتحاول إنها تأتي من الركن ما تستطيع. التخفيف في الحالة دي في هيئة الجلوس علشان وانتي بتعملي ركن السجود بسبب خشونة الركبة، قبل كده احنا قلنا لا مانع من الصلاة على هذه الهيئة إن لم يترتب عليها ضرر، ولكن الأولى كإنسانة مؤمنة إن أنا بحافظ على تعليمات الطبيب، لأنه تعليمات الطبيب هي تعليمات أهل الاختصاص بالنسبة للشيء اللي أنا بعاني منه، وإحنا أمة علم. هو قال إن أنا لو جلست هيئة أو أديت هيئة السجود كما هي منصوص ووارد عليها، ده هيؤدي إلى تأخر شفاء، سواء أنا بحس بألم أو ما يعني أنا بحس بألم يترتب على ده، أو الطبيب قال لي ما ينفعش إن أنا أأدي الركن ده بالصورة دي، أو إنه هيتأخر الوضع الصحي بتاع العضو ده، كل ده يخليني إن أنا أصلي بأريحية بالهيئة اللي ما تأديش إلى إبطال أو إلى إفساد أو يترتب عليها ضرر، لأنه الأصل أنه لا ضرر ولا ضرار، فاتقوا الله ما استطعتم. إذا لم يترتب على هذه الهيئة إيقاع ضرر عليك فلا مانع أنك تعمليها، لا حيترتب، لا مانع أن أصلي وأنا قاعدة. وقلنا قبل كده قصة ورواية عمران بن حصين لما راح للنبي عليه الصلاة والسلام واشتكى من البواسير، والنبي عليه الصلاة والسلام وجهه صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني اداله الهيئات اللي كل هيئة منهم يقدر يؤدي بيها الصلاة طالما في سبب، في عذر منعه أنه يأتي الصلاة على هذه الهيئة. قال أنا ثوابي بينتقص منه عشان أنا بجيب الهيئة دي اللي هي مش نفس الهيئة المنصوص عليها عشان أنا مريض؟ لا، ما بينتقص، لأن دي هيئة كمال بالنسبة لك، لأنك أنت مريضة تعبانة، مش يعني مش أنت اللي قصدة تتركي الركن يا صاحبة السؤال. وبقول الحتة دي عشان ما تبقيش حاطة في نفسك أنك أنت يعني بتقولي مستحرمة، وأن أنت لا، ما تصعبيش على نفسك الأمور. الله تعالى بشر نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم ونيسرك لليسرى، فشريعتنا شريعة التيسير ورعاية أحوال الناس، زي مادة أوامر الشرع الشريف وتكاليف للإنسان حال الصحة وحال الإقامة، راعته هذه الشريعة الغراء كذلك حال المرض وحال العذر وحال عدم القدرة حتى عند السفر. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والتوفيق دائما أبدا إلى ما يحب ويرضى.